أعلنت الحكومة السودانية احتمال ترحيل 1400 إثيوبي من ولاية الجدارف إلى مخيم شجراب للنازحين في ولاية كسر لاستكمال إجراءات طلبات العودة. وقال معتمد محلية الجلابات الشرقية عثمان محمد أحمد للمركز السوداني للخدمات الصحفية إن عمليات ترحيل 1400 إثيوبي من منطقتي باسوندا والفزرة بولاية الجدارف إلى مخيم الشجراب للنازحين قد اكتملت، موضحا أن الاستعدادات جارية لاستكمال إجراءات طلبات لجوئهم في البلاد. وأوضح أن عمليات ترحيل اللاجئين الأثيوبيين تمت تحت إشراف لجنة أمن الولاية والقنصلية الأثيوبية بالجدارف. ولفت إلى أن اللاجئين الذين شملتهم عملية الترحيل دخلوا إلى الأراضي السودانية الشهر الماضي عقب الأحداث التي شهدها إقليم الأمهر الأثيوبي. ووفق أحمد فقد تمت إعادة 98 لاجئا إلى بلادهم، مشددا على أن حكومة الولاية قامت بمجهودات كبيرة لتأمين وتوفير الرعاية للاجئين، وأكد استقرار الأوضاع على الشريط الحدودي في محلية باسوندا وبقية المحليات في الولاية المتاخمة لإثيوبيا. وللتعليق حول القضية معنا عبر الهاتف أسامة أحمد الفكي، مدير الشؤون المالية والإدارية مكتب مساعد المعتمد بالولايات الشرقية. أستاذ أسامة، بداية مساء الخير. مساء النور، كيف حالك؟ نعم، حياك الله. يعني بداية، ما هي الأسباب التي أدت لنقل 1400 أثيوبي من الجدارف إلى كسلة؟ نتيجة الله للصراعات الغربية داخل إقليم الأمهرة، يعني نزح أكثر من 1500 إلى محليات باسوندا، وتم ترحيل 1526 طالب لجوء إلى معسكر الشجراب في ولاية كسلة، وده نتيجة للصراعات الغربية داخل السود يعني. لكن ما الهدف استاذ، يعني استاذ اسامه، ما الهدف يعني من نقل اللاجئين من الجدارف الى كسلة؟ ما الهدف؟ الهدف في الشجراب هو عندنا معسكر فيه كل الخدمات، ونحن نستقبل فيه كل اللاجئين او طالبي اللجوء الجدد من كل الاتجاهات، وخصوصا من اريتريا. وعندنا مركز بمركز الفحص القانوني لتحديد وضعية اللاجئ موجود في الشجراب، لذلك تم تقفيله من الشجراب لتوفر الخدمات في المعسكر. أستاذ أسامة، يعني من الملاحظ أنه في الآونة الأخيرة ارتفع عدد اللاجئين الأثيوبيين في شرق السودان، يعني برأيكم ما هي سلبيات هذا اللجوء، يعني ارتفاع عدد اللاجئين إلى الولايات الشرقية الجدارف وكسلة؟ بالنسبة للأثيوبيين، هم طبعا نتيجة للصراعات الدائرة في إقليم الأمهرة دائما بيجونا، فبالنسبة لقبيلة التجراي هم ما بيطلبوا اللجوء، بيرجعوا لبلدهم في إثيوبيا اللي هو إقليم غرب التجراي، وده متاقم لمحلية الفشلة. أما بالنسبة للقبيلة الهسة دي اللي هي قبيلة الكمين، وهم ما عندهم إقليم بيسيون وكل الصراعات، وهم غلية في إقليم الأمهرة، ف بعد يعني الصراع اللي بيحصل والنهب والقتل اللي بيحصل لهم من قبيلة الأمهرة. وهم لجوا لنا، ويمكن دي المرة الثالثة من 2016 و2018 وحتى في 2000. نعم استاذ اسامه، يعني ليست هذه هي المرة الأولى، يعني ويبدو أنها لن تكون الأخيرة للجوء الأثيوبيين إلى السودان. في ظل هذه الظروف التي تشهدها البلاد، ما هو دور المنظمات الإقليمية والدولية في تقديم المساعدات المختلفة لهذه الأعداد من اللاجئين الأثيوبيين، الأعداد المتزايدة وهذه وعمليات النزوح المتكررة هذه؟ بالنسبة للخدمات، هي طبعا نحن دعم بيجينا من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين اللي هو بتمثل المجتمع الدولي، لكن في الآونة الأخيرة الدعم المقدم من المفوضية السامية قل كثير جدا نتيجة للصراعات الدائرة في 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 العالم، يعني عشان كده الدعم قل كثير. لكن هسه في استقبال الأثيوبيين ديل تم يعني الدعم لترحيلهم وتقديم الإيواء والغذاء والصحة الوقائية والعلاجية، تم إيواءهم في معسكرات الشجراب. أشكرك جزيلا الأستاذ أسامة أحمد الفكي، مدير الشؤون المالية والإدارية مكتب مساعد المعتمد في الولايات الشرقية. أشكرك شكرا جزيلا.